في دول عندها عدد سكانها بسيط جدا جدا، لا يتعدى الملايين على الصابع الايدين الاتنين يعني، وبتعمل في المستوى الثالث اللي الدكتور عمرو بيقول عليه ده، بيشتغل في المجال ده 500,000 أكتر يا فندم. طيب يعني يعني واصلين ل 750,000. خلاص من غير ما نقول اسم الدول، عارفين يعني ايه؟ عارفين يعني ايه 700,000 بني ادم، 500,000 بني ادم، كل بني ادم يعمل 100,000 دولار؟ يعني 70 مليار دولار. يعني ايه؟ 70 مليار. ده عقل؟ ده ايه؟ لا عامل، لا عايز مصنع ولا عايز حاجه خالص، ده عايز بس على الدماغ وحاسب. انا بقول كلام معقول؟ بالظبط يا فندم، هو ده اللي طيب. يعني نقطه مهمه. في دول ثانيه عندها 3.5 او 2 3 مليون وعددها يعني كبير قوي، ده بيشتغل كلهم في المستوى الثاني او اقل شويه. احنا بقى شغالين في انهي مستوى؟ الاولاني ده اللي هو بيجيب ايه وعددنا قد ايه. طب انا في اللقاءات ديت يا عمرو، هدفي كله حاجه واحده، ان انا اشاور لنفسي وللناس اللي عندنا، للحكومه، لوزاره التربيه والتعليم، لوزاره التعليم العالي، لكل للاعلام، للمثقفين والمفكرين، احنا بلاد ما عندناش موارد يا جماعه. 95% من مصر صحراء فاضيه، مفيش فيها حاجه. يبقى مفيش عندي غير الايه؟ الانسان. طب انت بقى مهتم تعلمه ايه؟ انت مهتم تعلمه ايه؟ هتقول لي طب ما انت ما تعلم، احنا عاملين جامعات وكليات، وزي ما انت شفتوا البرامج اللي قال عليها الدكتور عمرو بعدد ضخم جدا، وبنستهدف ارقام من وجهه نظر الدكتور عمرو طموحه جدا، لكن من وجهه نظري متواضعه جدا. ليه؟ عشان عايزين نخرج من اللي احنا فيه. عايزين نخرج من اللي احنا فيه. لما يقول لي ان شاء الله في بنطلع 6 مليار دولار ولا 4 دلوقتي، انا عايز 100 مليار، عايز 200 مليار، عايز 300 مليار. عايز ايه يا عمرو؟ ايوه لازم تعرفوا حجم انفاق دوله زي مصر. دوله كبيره قوي وطلباتها كتير، ومصر مش هتقدر تنتج كل طلباتها اللي الناس عايزاها، وتقولوا الدنيا غاليه. الحاجه الكلام اللي انا بقوله بربطه مع بعضكم ليكم، دي شركه مع بعضنا، احنا كلنا مع بعض.